اختلاف جذري، انتم عندكم دوري مستمر، عندكم تطوير، اكو بنى تحتيه للعب، هذا يضيف لكم على المستوى الفني. الله شوازي راهنا كانت انا ولا كرسان دوتان بردوام وكو للجنوب واني بشوازي كتابت الله امشتا يعني متى انا دا جيلي طازه وشتي باش بن ارا لو تنصين صوتك بعد بلا رياضة عند العراق ولا كردستان زور فرقي هي عند كردستان زياتر هم راهنا هم اتحاد قرنجة بطولة كان لبر أو يعني يرزان كرد زياتر تاي يرزان عرب شكرا لما زياتر قرنجة بيدريت تقول احنا بالكردستان يعني مطورين كلش الدوري مستمر لحد 5 سهار 6 سهار يروح ومدربين واتحاد كلش يعني دي يحبون الصالة بشكل عام بالأخص بالنساء ولعبات الأكراد هسه هواية لين دوري أكو وأندية هواية أكراد يعني بشكل دائم يطورون. أنت احكي لي عن واقع الكرة النسائية بكردستان شلون خلي الناس تعرف. والله زين أحسن من مال الدوري العراقي. الدوري العراقي يمكن تصير أقل من شهر أو أسبوع تخلص الدوري صحيح. إحنا بدوري كردستان لا نستمر يمكن هاي السنة راحت أكثر من 8 شهر 6 شهر يعني بقينا بدوري كرساني كل أسبوع لعبة بس دوري عراقي يعني بأسبوع يخلصوها بسرعة يعني بس حتى بالتتويج وبالهذا دوري كرساني يختلف أكثر من دوري عراقي. إحنا بالتتويج يعني تصير شكل خرافي بس دوري عراقي ما نحس بشاي شيء نحس إنه فزنا بس ما نحس بتتويج شيء حلو هذا نحس إنه كلاعبين إحنا يعني ما معناه وجود المنشآت استاذ جمعة او ديمومة الاستمرار باللعب هو اللي ينتج لك نوعية من اللاعبين. لا هو شوف هذا دوري على شكل بطولة يعني تعرف احنا ساخر بطولة انا حضرتها اللي كنا بالحلة يعني هي مو المشكلة بالاتحاد او باللجنة هي المشكلة بالواقع اللي قدامنا. احنا شكلنا البطولة يمكن جت 7 فرق أو 6 فرق البطولة استمرت 5 أيام 6 فيما لا ادراك ما انتهى الموضوع يعني بالتالي هذا مو عليه شيء تأسس عليه وتبني عليه رياضة حقيقية. فاحنا محتاجين يمكن فدوة لو 10 أندية عندنا تستقطب فرق نسوية شنو المشكلة؟ أنا ذي اللاعبات من أبناء العراق كلهم يردون يتطورون ويقدمون شيء للكرة العراقية. ترى الإنجاز حال أي إنجاز آخر يعني بالعكس إنجاز النساء نفتخر به أكثر يعني تعرف يعني بهذا الظرف وهذا الواقع الاجتماعي حق إنجاز. فأنا أتوقع الأندية كل من يسوي له فريق صالات ونقدر ننظم دوري نبقى مشكلتنا أنت ذكرتك المنشآت فقيرة بشكل يعني حتى المدربة عانت من عنده إنه بمرحلة الإعداد بالتدريب تعرف ماكو قاعة متوفرة ممكن تتمرن بها يعني هذه مشكلة يعني خطيئة عانت منها بشكل يعني إلى أن انتقلنا لإيران وجدنا الحال مغاير قاعات وشغلات يعني فقلت لك متى متوجد القاعدة والاهتمام ممكن أن نأسس لأن